8 بتوقيت الجزائر نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. مرحبا بكم وإلى العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعزي في وفاة لاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم عدل كريم كروم ويشيد ببطولاته من أجل إعلاء الراية الوطنية. رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ينقل دعم وتشجيع رئيس الجمهورية الذي يتابع باهتمام مشوار المنتخب الوطني في الكان. والناخب الوطني يؤكد عزم الخضر على الحفاظ على اللقب الإفريقي عشية مباراتهم أمام سيراليون. تأكيد على ضرورة مرافقة كافة الاستثمارات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بولاية معسكر. ومن تيبازا الكشف عن تخصيص مساحات عقارية لفائدة المتعاملين ب 12 ولاية في مجال بناء وصناعة السفن. عشية إحياء الجزائر ليناير عاصمة الأهجار تمن راس تحتضن فعاليات الاحتفال برأس السنة الأمازيغية. وقصر رياس البحر بالعاصمة يجمع مكونات الهوية الوطنية وتراثها الضارب في أعماق التاريخ. بداية انتقل أمس إلى رحمة الله لاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم المجاهد عبد الكريم كروم عن عمر ناهز 86 سنة. وأمام هذا المصاب الجلل بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى عائلة الراحل فيما يلي نصها: شاء المولى عز وجل أن يرحل عن دنيانا هذه المجاهد المرحوم عبد الكريم كروم أحد الرياضيين الوطنيين من فريق كرة القدم لجبهة التحرير الوطني. وبرحيله تفقد الجزائر والساحة الرياضية واحدا من أولئك الأبطال الذين رفعوا راية الجزائر عالية تحت لواء جبهة التحرير الوطني وأسمعوا صوت قضيتها العادلة التي تردد مدويا ومبشرا بالنصر والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية. وإننا ونحن نودعه معكم ببالغ التأثر والأسى مؤمنين بقضاء الله وقدره. أتوجه إليكم وإلى الأسرة الرياضية بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة داعينا المولى عز وجل أن يتغمد فقيدنا برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته. إن لله وإن إليه راجعون. هذا ووري مساء اليوم جثمان المجاهد المرحوم عبد الكريم كروم الثرى بمقبرة سيدي عبد القادر بمدينة المحمدية بولاية معسكر. وحضر مراسم تشييع الجنازة سلطات الولاية وأفراد من الأسرتين الثورية والرياضية وجمع غفير من المواطنين. وبرحيل المجاهد المرحوم عبد الكريم كروم تفقد الساحة الرياضية في الجزائر أحد لاعبي جبهة التحرير الوطني الذين وهبوا حياتهم في سبيل نصرة القضية الوطنية تاركا مشوارا كرويا حافلا. الراحل عبد الكريم كروم في هذا البورتري لبالمهدي بالمهلة. الرموز التاريخية من لاعبي فريق جبهة التحرير الوطني يتناقصون الواحد تلو الآخر ويغيبهم الموت، فمنذ شهرين وفي غمرة الاحتفال بالذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية فقدت الجزائر محمد سكان، وقبله بسنتين ودعت الساحة الكروية سعيد عمارة، واليوم نودع عبد الكريم كروم وجها كرويا ترك بصمة في النضال وفي ميدان كرة القدم في سياق على مدى سنوات. عبد الكريم كروم من مواليد 25 مارس 1936 بولاية سعيدة، وكان مولعا رفقة أقرانه بممارسة كرة القدم التي برع فيها لينشط في بداية مشواره الرياضي بصفوف فريق مولودية سعيدة قبل أن ينتقل سنة 1959 إلى فرنسا حيث لعب لصالح عدة أندية.
واستجابة لنداء الوطن، ابن مدينة السعيدة يلتحق بفريق جبهة التحرير الوطني لتمثيل بمعية رفاقه الجزائر في المحافل الرياضية الدولية. وبعد استقلال الجزائر عاد إلى أرض الوطن، وبالتحديد الالتحاق بفريق مولودية سعيدة، ونال معها كأس الجزائر سنة 1965، ثم دعم صفوف فريق سريع المحمدية كلاعب ومدرب سنة 1979. وفي 9 من شهر جانفي الحالي وفته المنية عن عمر يناهز 86 سنة، لتنتهي مسيرة حافلة بالنضال والعطاء من الزمن الجميل. في تصريح خاص به التلفزيون الجزائري، أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمارة أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قدم خلاله السيد الرئيس تشجيعه ودعمه الكامل للمنتخب الوطني خلال مشواره في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بالكاميرون. السيد رئيس الجمهورية اتصل شخصيا بنا واتصل بي شخصيا، وحملني اكيد رسالة تشجيع ورسالة دعم للفريق الوطني والطاقم الفني، انه يدعم الفريق الوطني ويسال على كل صغيره وكبيره تابع اخبار الصحفيين اللي تم عليهم الاعتداء وتاسف كذلك، وحملنا رساله بالدعم ورساله للجميع. مشكرين للسيد رئيس الجمهوريه على هذه الالتفاته. شرف الدين عمارة أكد دعم الجزائر للكاميرون في تنظيم وإنجاح الطبعة 33 لكأس أمم إفريقيا، دعم نشد به رئيس الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم سامويل إيتو، الذي نوه بالعلاقة المتميزة بين الهيئتين الكرويتين لكلا البلدين. أول شيء أشكر أخي وصديقي سامويل إيتو على الاستقبال، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم على الاستقبال. وفي الحقيقة أنا جيت لأقدم أولا إقامة تهنئة لسيد إيتو على انتخابه على رأس الاتحاد الكاميروني، وكذلك لدعمه وإبداء السند له ومساندة الكاميرون خاصة الاتحاد الكاميروني في تنظيم في لنجاح كأس إفريقيا للأمم التي تقام في هذا البلد الجميل. أخي إيتو كان يعني فرح بنا يعني كالعادة، وإحنا ثاني من جهتنا قدمنا له كل الدعم، وإن شاء الله يعني تطرقنا كذلك إلى مواضيع تخص يعني التعاون بين الاتحادين، أمور تخص يعني العلاقة بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم والاتحاد الكاميروني لكرة القدم. في لقاءات أخرى اليوم أكيد هو راه أشغال كبيرة عنده، كاين التنظيم أمور تنظيمية تنتظر فيه، وهو أكيد راح تكون لنا الفرصة مع بعض، وخاصة أنه راح يتواجد في دوالة من غدوة إن شاء الله، وتكون لنا الأمور أنون نتحدث فيها. D'abord, permettez-moi de dire personnellement à mon aîné et ami le privilège qui est le mien de l'avoir comme ami. Et permettez-moi ensuite de dire à tout le peuple algérien et à lui-même et à sa fédération un grand merci. Parce que l'Algérie a été là au début. L'Algérie a été à nos côtés pendant. Vous savez la grande place que l'Algérie a dans le monde du football. Et comme le disait mon frère tout à l'heure, il est important que les fédérations s'émancipent, s'assument pour que notre continent au niveau du football puisse se développer et que nos intérêts soient bien préservés. Le Cameroun se tiendra, la Fédération camerounaise de football se tiendra toujours aux côtés de l'Algérie, parce que c'est une fédération qui a toujours été là pour la Fédération camerounaise de football et pour l'émancipation du football africain.
وعشية المباراة الأولى للمنتخب الوطني المقررة غدا ثلاثاء أمام منتخب سيراليون، أكد الناخب الوطني جمال بلماضي في ندوة صحفية عقدها صبيحة اليوم أكد استعداد العناصر الوطنية لخوض غمار المنافسة الإفريقية، كما تطرق إلى العديد من النقاط نستعرضها في هذا التقرير لوليد غريبي نتابع. 24 ساعة تفصل عن دخول المنتخب الوطني في المنافسة من بوابة منتخب سيراليون. المناسبة كانت لقاء معتادا بين الناخب الوطني جمال بلماضي وأسرة الإعلام، تحدث من خلالها عن ظروف الإقامة بمدينة دوالا الكاميرونية. les conditions de logement déjà l'hôtel tout à fait correct, vraiment tout à fait correct. C'est pas le grand luxe, mais on n'est pas venu en voyage touristique ici, donc c'est pas ce qu'on recherche. Alhamdoulilah, les joueurs se plaignent pas, ils arrivent à bien se reposer, bien dormir. Voilà l'essentiel. C'est surtout ça qui nous intéresse. Donc il y a rien à redire. C'est tout à fait correct à ce niveau-là. Je suis agréablement surpris par les conditions climatiques. On s'attendait à plus de chaleur, plus d'humidité. Pour l'instant, on est très satisfait. Ça pourrait rester comme ça toute la période où on a Douala. كما تحدث بن ماضي عن توقيت مباراة الغد مطمئنا بأن الخضر اكتسبوا الخبرة باللعب في توقيت ومناخ مماثلين. Là c'est vrai que 14h et puis jouer avec voilà avec chaleur et une humidité, c'est vrai que c'est tout de suite on rentre tout de suite dans la difficulté. Donc pour l'instant ça nous convient. On a joué, je crois, un match au Niger il n'y a pas si longtemps que ça, 16h aussi. Là, pour le coup, il faisait très, très, très chaud. Très, très, très chaud. Donc, on a cette expérience aussi. Donc, voilà. Et puis, le plus important, c'est pas de se plaindre. C'est vrai qu'il y a un constat des choses. Il faut jouer avec aussi. Il faut être, faut savoir y faire. Il faut savoir gérer tout ça. من جهته قائد المحاربين رياض محرز أكد أن المنتخب جاء إلى الكاميرون للدفاع عن لقبه، موضحا أن الطريق لن يكون مفروشا بالورود. Ce sera encore plus dur que la dernière CAN. Je pense que le niveau aussi il est plus élevé, les équipes sont meilleures. Mais voilà, comme a dit Jamel, on arrive avec beaucoup d'envie et d'ambition. Pour essayer de faire la même CAN que l'année 2019 et essayer de faire quelque chose de grand pour le pays, inchallah. العد التنازلي بدأ وساعة الحقيقة اقتربت، والفوز في أول مباراة هدف الجميع من لاعبين وطاقم فني لتعبيد الطريق نحو الدور المقبل. وتحسبا للمباراة الأولى غدا أمام منتخب سيراليون أجرت اليوم عناصر التشكيلة الوطنية آخر حصة تدريبية بقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي. مفاد التلفزيون إلى هناك يوسف رزيك. في أجواء جميلة تبعتها للتفاؤل وصل أشبال جبل بالماضي إلى ملحق ملعب جابوما تقريبا في نفس توقيت المباراة يوم غد أمام سيراليون. التشكيلة عرفت عودة رامي بن سبعيني إلى جو التدريبات والتحاق مهدي طهرات بالمجموعة في وقت غاب فيه الثنائي أدم والناس ورامي الزروقي بسبب الإصابة. بقية التشكيلة خاضت الحصة بصفة عادية وجاهزة لمواجهة منتخب سيراليون الذي أجرى هو الآخر حصته التدريبية بملحق الملعب بتعداد يطمح لرفع التحدي أمام أبطال القارة السمراء. المنتخب الجزائري كان مسندا في الحصة التدريبية ببعض أنصاره الأوفياء. هي إذن آخر حصة تدريبية بالنسبة لأشبال الناخب جمال بلماضي قبل مواجهة سيراليون في المباراة الافتتاحية عن المجموعة الخامسة في الكان في نسخته الكاميرونية، وذلك لبداية الدفاع عن لقب المنتخب. مثل ما تشاهدون أجواء جميلة جدا سنشاهدها إن شاء الله في نهاية المباراة أمام منتخب سيراليون. من ملحق ملعب جابوما يوسف رزيق بعثة تلفزيون الجزائري.
ولقاء الجزائر سيراليون تتابعونه غدا على الساعة 2 زوالا على القناتين 6 الشبابية والأرضية. هذا وحاز المنتخب الوطني الجزائري بقيادة المدرب جمال بالماضي جائزة أفضل فريق عربي من قبل منظمي جائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي في حفل احتضنته أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة حسب بيان للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. الفئة التالية فئة الفريق العربي تذهب للمنتخب الجزائري لكرة القدم للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام 2019 وتحطيم الرقم الأفريقي للمباريات دون هزيمة. يتسلم الجائزة السيد حكيم مدان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري لكرة القدم. في النشاط البرلماني وبالمجلس الشعبي الوطني عرض اليوم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني في كلمة عقب ترد وزير العدل حافظ الأختام على مداخلة النواب أن مشروع القانون يضمن الحقوق القضائية للمواطنين. مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي يكتسي أهمية بالغة في تنظيم المرفق العام للقضاء بما يضمن تقريب خدماته أكثر من المواطن ويضمن للمتقاضين حقوقهم في جميع مراحل التقاضي، إن مشروع هذا القانون العضوي الذي جاء تكييفا مع الدستور ومن أجل الاستجابة لآمال مواطنينا في قضاء حر ونزيه يعتبر لبنة جديدة في صرح منظمتنا التشريعية، وسيسمح لا محالة في تعزيز دولة القانون ضمن الجزائر الجديدة التي نطمح كنواب ممثل الشعب في المساهمة في بنائها. بدوره وزير العدل حافظ الأختام أكد على الطابع الاستعجالي لنص هذا المشروع. المقرات جاهزة، القضاة جاهزون، النصوص رانا فيها، مسألة أيام والمحاكم الإدارية استئناف تنصب، لأن القانون اللي تاع التقسيم القضائي اللي يفصلنا في عدد المحاكم الإدارية استئناف مازال ما جبناها لكمش، فات في مجلس الحكومة، فات في مجلس الوزارة، وراهو جايكم للبرلمان في هذه الأيام. عملا بتوجيهة رئيس الجمهورية الرامية إلى تحقيق انطلاقة صناعية حقيقية خلال هذه السنة، مكنت عملية رفع العراقيل عن عدد من المشاريع الاستثمارية من استحداث أزيد من 30,000 منصب شغل جديد حسب ما أكده اليوم وسيط الجمهورية إبراهيم براد من ولاية معسكر. مختار مذكور. مركب إنتاج مادة الجبس ومواد البناء بمعسكر وبطاقة إنتاج تصل إلى 40 مليون متر مربع سنوياً، يوظف 1200 شاب، منشأة ستخلص الجزائر من فاتورة الاستيراد وتغطية السوق الوطنية. مركب إنتاج الجبس واحد من أهم المصانع بإفريقيا ككل. المصنع ينتج كل أنواع الجبس الموجه للإنشاءات والبناءات النصف الجاهزة وبمقاييس عالمية. المركب يضمن أيضاً تكوين يد عاملة مؤهلة بفضل استراتيجية التكوين التي ننتهجها في هذا المركب. مركب سحق الحبوب بالمحمدية استثمار واعد يدخل حيز الاستغلال في إنتاج استخلاص الزيوت، سيمكن من تلبية 40% من الحاجيات الوطنية من هذه المادة. مصنع المحمدية استخلاص الزيوت ثاني مصنع في الجزائر، وعندنا انتاج زيوت من بالبروياج والاكستراكسيون بار سولفون. عندنا قيمه الانتاج نستقبلوا بدره 2000 طن في اليوم، عند وين نقلعوا منها 360 طن تاع سوشا، وما تبقى هو الماده الاوليه ديستيني لاليمون دو بيتاي. يعيد فتح هذه الوحدات العاصلة أو بعثها من جديد، وكان للسادة الولايات على مستوى الولايات إذن ترأس اللجان وعلى مستوى المركز فيه اللجان اللي ترأسها وسمحوا لهذه الوحدات تدخل في الإنتاج، وكم هي كثيرة كم هي متعددة على مستوى القطر الوطني ككل، اللي سمحت إلى غاية اليوم بتوظيف قرابة 30,000 منصب شغل
فيهم الكثير من خريجي الجامعة، ومن ربما أسبوعين ثلاثة نلحقوا 40,000، ومازال العملية راهي متواصلة. 39 وحدة إنتاجية بولاية معسكر استفادت من إجراءات رفع القيود من شأنها ضمان الوفرة التي تؤثر بدورها على القدرة الشرائية للمستهلك. والعقار الصناعي يعد أساس بناء قاعدة صناعية منتجة، وهو ما تعمل الدولة على تطويره، خاصة منه الموجه لحاملي المشاريع الاستثمارية الحقيقية، وهو ما أكد عليه وزير الصناعة أحمد زغدار من ولاية تسمسيل. المزيد مع يوسف طفير. مذبح عصري ومؤسسة لإنتاج الحليب ووحدة لإنتاج مواد البناء ومؤسسة المنسوجات والأغطية هي الحركية الجديدة التي تعرفها تسمسيلت، الولاية الفلاحية بامتياز، والتي ستتدعم بقطب صناعي بعد توزيع رخص الاستغلال للمستثمرين الشباب. أن نرقي هذه الولاية لتصبح ولاية كذلك صناعية، ولكن في مرتبطة بالفلاحة على أساس الصناعة التحويلية. قمنا بعملية استرجاع عدة قطع استثمارية مهمة، ونحن نسعى إلى استرجاع تلك القطع وتوزيعها من جديد إلى المستثمرين الحقيقيين الفعليين، كما قال السيد الوزير الأول، الأرض لمن يستثمر. عاصمة الونشري ستكون قطبا اقتصاديا صناعيا جديدا بعد استرجاع الوعاء العقاري المخصص للاستثمار، وسياسة الدولة الجديدة المحاربة لكل أشكال البيروقراطية وتسهيل المهام للمستثمرين الجزائريين. والطفرة التي يحققها الاستثمار الصناعي بفضل سياسة رفع العراقيل والقيود البيروقراطية يحققه أيضا الاستثمار الفلاحي الذي أثبتت نجاعته من خلال تجسيد البرنامج الزراعي الطموح للدولة في مجال استصلاح الأراضي. الروبورتاج من بسكرة لنوردين بن عبسة. المستثمر الفلاحي الطهراوي بمزيرعة نموذج للزراعة الطازجة والمبكرة بما يواكب تطور الزراعة في العالم. الأرض البور أصبحت معطاء وتضاعف محصولها إلى 6 مرات باستعمال الرقمنة ونظم التسميد والسقي والتلقيح الطبيعي. رانا وصلنا حتى باش خلقنا التجميع الفلاحي، دورنا بين الفلاحين متعاقدين، نظموهم نوجدوا لهم الأمور تاعهم كما ينبغي لها، لي زونغري لي ريغاسيون كل شيء، وناخذوا منهم الإنتاج، هما يصبحوا منتجين، وحنا لا كوبيراتيف تاعنا هي اللي توفر لهم الشيء اللي لازم وصوارد يجوهم للديارة. تلبية للتطلعات الإنتاجية، تم إدراج وحدات متطورة لتجميع المنتوجات من التمور ثم توظيبها، تبريدها، تخزينها وتوزيعها. لكن هناك بعض العراقيل التي تواجه المصدرين. كنا احنا نديروا الفورماليتي الديوان هنا في بسكرة، وصروا لنا مشاكل، يعني بوكو دو كونتونسيو ايماجينير اللي خلونا ما نديروش لهنايا لو سالمون، عدنا نديروها الجي. أعطيت أوامر في هذه اللحظة بالذات للسيد المدير الجهوي ورئيس مؤسسة أنهم يجول هذا المصانع، يتقربوا منها باش يعرف المهمة نتاعه أكثر فأكثر. وهذه المهمة نتاعه إذا كان تعرف عليها الجمركي، خاصة مفتش الفحص، أنه راح يكافح ما يسمى بلاشير فاكتيراسيون. محاصيل بسكرة من التمور والخضروات أكدت جودتها وحملت شهادة الزراعة السليمة. ولاية بسكرة لها المرتبة الأولى في الإنتاج الفلاحي على المستوى الوطني في كل النوعيات. لاحظنا بأن كل المقاييس وكل المعايير في أعلى 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 مستوى. هذه المستثمرة وهذين المصنعين يصدروا إلى دول جدو يعني مقيدة بشروط دقيقة، يعني ما تشوف بأن هذه المنتوجات تصدر إلى أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هذه دلالة على جودة هذه المنتوجات وجودة الخدمات التي تقدم. ميزة محاصيل بسكرة من الخضروات أنها مبكرة جدا، تسمح للجزائر من الدخول إلى الأسواق قبل الدول الأخرى.
والصيد البحري قطاع واعد تعول عليه الدولة لإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار في مجال بناء وصناعة السفن. الروبورتاج من تيبازا مع محمد ياسين نقاش. انعدام ورشات لإصلاح السفن الصيد الكبيرة وكذا مصانع لبناء هذا النوع من السفن، إضافة إلى صعوبات أخرى تنهك ممتهني الصيد البحري. لا بياس لازم نجيبه من الخارج، انفيت نجيبه من الخارج، لي بور ايغالمون، لي بور ما عندناش دي بور وين يدخلوا هذا البابر. رانا في قرايا لازم نفرغوا كاع المازوت باش نخرجوا من البور ونهبطوا الشوكه. باش نديروا المازوت نخرجوا لشرشال ولا للجزائر باش نديروا المازوت. لا ريباراسيون. لا ريباراسيون ما كاش وين نجبدوا البابر، لازم نروحوا لاسبانيا ولا لتونس. المؤسسة العمومية لبناء وإصلاح السفن ببوهار إمكانتها الحالية لا تسمح لها ببناء وإصلاح السفن الكبيرة. Actuellement, on a des rôles de réparation pour les petits bateaux, les bateaux scars jusqu'à 16 mètres en polyester. Pour les grands bateaux, mais nous avons beaucoup de temps à faire le حالي على جال الليفاتور اللي ما كاش. الليفاتور سي بيان هي اللي تفد لي باتو، لي غران باتو هادو ما جوسكا 40 متر. وعليه اتخذت السلطات العمومية إجراءات لحل هذا الإشكال. كما تعلمون أنه فيما يخص بناء وصناعة السفن أنه كان فيه منح عدة عقارات على مستوى عدة ولايات حتى يتم سماح لشركات بناء سفن من توسيع نشاطهم وكذلك الاستجابة لهدف القطاع ألا وهو رفع الإنتاج الوطني. توفير الإمكانات اللازمة لممتهني الصيد البحري هو أحد العوامل لحل مشكل ندرة وغلاء المنتوجات البحرية. وضمن مقاربة تطوير القطاع، تربية المائيات بالمستثمرات الفلاحية تجربة تعكف الجهات الوصية على تعميمها عبر الوطن. سهيلة زيدور. تربية المائيات بالمستثمرات الفلاحية تجربة أعطت ثمارا طيبة. الماء تاع الحوت برك شي كفاش راه صافي ماشي ما لاباس به، ما مجنان هنا الروندمون الله يبارك يتطور خير من اللي كان. كنا نسقي بلا الماء تاع الحوت ما كانش الروندمون كيما راه دوك. باش نعموا هذا البرنامج خاصه واليوم جاونا لاناد يعني باش بور لو فينونسمون، كاين اون برودكسيون تاع اسماك اللي راح تروح للسوق وتزيد في الدخل تاع الفلاح، وثانيا نربحوا الاسمده اللي تكون في لي باسان وفي لي جيون مومبران باش نمدوها سورتو لي كولتور ماريشير هنا الحق الدراوات. بغرض تشجيع الفلاحين في هذا المجال، اليه الدوله لتدعيم مشاريع الشباب ترافق هذه التجربه، ومديريه الصيد البحري تتكفل بالتاطير والتكوين من اجل التحسيس قصد الاستثمار في مجال تربية المائيات المكثفة، تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، خاصة بعض الأنواع السمكية التي عرفت يعني تحكم جيدا في مسار نموها. إذا كان الشاب هذا ما هوش ناشط لأنه بطال، المساهمة تاعو راح تكون 5% بيان سور تحت شرط أنه أعلى قيمة هي 10 ملايين دينار جزائري أي هي 1 مليار سنتيم. أما إذا كان ناشط هذا الشاب في مجال النشاط هذا وحب يزيد يدير يروح لهذه تربية المائيات، هنا المساهمة تاعو الشخصية راح تكون 15%. 16 مستثمرا خاض التجربة برويبة، 3 منهم تخصصوا في تربية الأسماك. وفيما تشهد العديد من المشاريع الاستثمارية انطلاقة جديدة، تسعى الدولة جاهدة إلى التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة بمرافقة ودعم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولة. المزيد مع أحلام قلمامي. ضمن استراتيجية عصرنة ورقمنة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، منصة رقمية إلكترونية اعتمدتها الوكالة مرافقة لأصحاب المشاريع. مجموعة من المنصات الإلكترونية من بينها التسجيل الإلكتروني اللي يسمح للشاب أنه يسجل عبر هذا المنصة الإلكترونية من أجل الاستفادة من مشروع على مستوى أناد. هناك كذلك عدة فضاءات، فضاء شكاوي المستثمرين ويقدر أنه ولوج أسواق خارجية، الاستفادة من اتفاقيات. وقصد التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب الحالة وبعد دراسة الملفات،
تم قبول ما يفوق 6400 ملف للتعويض، فيما تم تمديد إجراءات هذه الأجل إلى غاية 31 ديسمبر 2022. يسمح للشباب أصحاب المؤسسات المتعثرة من جهة لتعويض البنوك عبر صندوق ضمان القروض، ومن جهة أخرى للمؤسسات التي يمكن إعادة إنعاشها بالاستفادة من إجراءات إعادة تمويل أو الاستفادة من القدر الغير المكافأ. هنا بخلية الاتصال والإصغاء الاجتماعي يتم الإصغاء لانشغالات أصحاب المؤسسات، سواء عبر الاستقبال المباشر أو عبر التكفل بانشغالاتهم عبر الهاتف أو عبر الصفحة الرسمية لموقع فيسبوك، الصفحة الرسمية للوكالة الوطنية لدعم التنمية المقاولاتية. هي إجراءات وأخرى من شأنها تسهيل وتعبيد الطريق أمام أصحاب المشاريع والمؤسسات لولوج عالم المقاولاتية. واقتصاد المعرفة هو الآخر دعامة حقيقية للمشاريع الاستثمارية، لذا وجب الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، وهو ما تعكف عليه جامعة الشهيد حما الخضر بولاية الوادي. محمد العيد به. السعيد، عائشة ووداد هم طلبة استطاعوا أن يبتكروا إنجازات في محيطهم العلمي بجامعة الشهيد حما الأخضر بولاية الوادي، وهي الجامعة التي تضم أكثر من 50 اختصاصا وتعتبر من أهم الصروح العلمية التي حجزت لها مكانا في المنطقة. هذا مكثف أكسجين تم إنجازه في فترة صيفية في الموجة الثالثة. هذه الأفكار التي هي قابلة للإنجاز، قابلة أنها تكون مضاء إضافة إلى الاقتصاد الوطني. بروتوجيل هذا عنده أنيفي أنتي أكسيدون وأنتي أنفلاماتوار تخي فور، خدمنا لمرضى الزهايمر. مخابر الكشف عن كوفيد-19 والحاضنة الجامعية وهياكل جديدة تتدعم بها الجامعة. إنما قمنا بتجسينه اليوم من هياكل بيداغوجية وبحثية وخدماتية سيكون دعما قويا للجامعة. دشنا مخبر كوفيد-19 الذي سيساعد على إجراء التحاليل والكشوفات للتصدي للوباء، والحاضنة الجامعية التي تتكفل باحتضان المشاريع الابتكارية، وهذا بفضل الاستثمارات التي خصصتها الدولة للتعليم والتكوين والبحث في هذه المنطقة. هي مشاريع وهياكل بيداغوجية وعلمية وخدماتية تعد مكسبا للجامعة الجزائرية، وستكون بمثابة الدعامة الأساسية لتشجيع طلاب العلم والمعرفة في البحث العلمي. أطلقت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر إيتوزا اليوم تطبيقا إلكترونيا باسم إيتوزا موب لمساعدة زبائنها على التنقل بسهولة عبر شبكة حافلاتها، وهذا خلال زيارة تفقد لوزير النقل عيسى بكاي لورشة صيانة حافلات المؤسسة أحمد غرمول ببلدية سيدي محمد بالجزائر العاصمة. هنا في المقر تاع وحدة الإصلاح والصيانة، ونظن هذا قرار جيد لأن هذا المقر موجود من بداية 1931، واليوم نحيي العمال اللي قاموا بإعادة تهيئة هذا المقر، وسوف يكون له دور كبير في الحفاظ على عمر وعلى جاهزية الحافلات، جاهزية وسائل النقل. وانت تعرفي في العاصمة الأهمية تاع وسائل النقل الجماعية اللي ماهيش فردية، ومن شأنها تخفف هذا الوطأ تاع الازدحام المروري. أنا نعتبره إنجاز عظيم، ونعتبره عربون تاع حسن تسيير تاع المؤسسة. نظمت مصالح الأمن الوطني بولاية أم البواقي أبوابا مفتوحة للتحسيس بقواعد السلامة المرورية والوقاية من آفات المخدرات. المتابعة لزكريا تهامي.
تربية جيل متشبع بالثقافة المروبية هي أهم محاور الأيام التحسيسية لأمن ولاية أم البواقي، استهدفت فيها الوسط المدرسي قصد تحسيس هذه الفئة. تعلمنا كيف نحترم إشارات المرور وقواعد السلامة الأمنية، تعلمنا مع الشرطة إشارات المرور وتعلمنا كيف نحترمه. يستمر البرنامج على طيلة الأيام، وذلك من خلال تنقل وفد من إطارات وأعوان ورتباء أمن ولاية أم البواقي، وذلك من أجل تلقين أبنائنا دروس في السلامة المرورية، وكذا تنشيط الحظيرة المرورية على مختلف مؤسسات التربوية. وبالإضافة إلى الحملة التحسيسية، خرجات ميدانية للمؤسسات التربوية من أجل توعية التلاميذ من أخطار آفة المخدرات. إيمان منا بما تحمله أثار أو ما تحمله آفة تعاطي المخدرات، وكذلك ترويج المخدرات من أثار سلبية على أبنائنا وتلاميذنا الأعزاء إخواننا، ارتأينا تسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة خاصة داخل الوسط المدرسي. مبادرة بزاف مليحة للتلاميذ باه يتوعاو وعاد يجتنبوا هذه الآفة اللي قادت تأثر عليهم بزاف. مليحة الحملة اللي قاموا بها مصالح الأمن الوطني باه يتقربوا لنا ويبعدوا لنا إن شاء الله الظاهرة اللي راهي منتشرة. الأبواب المفتوحة من قبل الأمن الوطني لأم البواقي والمستمرة إلى غاية 13 من جونفي، من شأنها حماية ووقاية الجيل الصاعد من مختلف الآفات. صح الآن، وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت 482 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات رحمهم الله خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل 325 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. دوليا، وفي شأن الصحراوي، نشر موقع متخصص في الدراسات الاستطلاعية في إسبانيا وأوروبا معطيات تؤكد أن نحو ثلاثة إسبان من أصل أربعة يعتبرون أن الصحراء الغربية ينبغي أن تكون إقليما حرا تماما ومستقلا عن المغرب. ووفقا لهذه المعطيات، يعتبر قرابة 71% من المشاركين في استطلاع الرأي لعينة تتكون من 120 ألف شخص من مختلف الاتجاهات السياسية أنه ينبغي الاعتراف بالصحراء الغربية كإقليم حر تماما ومستقل بحسب الموقع الإسباني إلكتوميا. وهذا وحذر ممثل منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة أميت دادون من الحد الخطير الذي وصلت إليه انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة، مستنكرا عدم تزويد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو بآلية مراقبة حقوق الإنسان. وفي الشأن الصحراوي، دائما يواصل نظام المخزن المغربي سياسة نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة تحت أنظار المجتمع الدولي بأسره وبتواطؤ من العديد من البلدان الغربية، وهو ما تضمنه مقال نشر على صفحات اليومية الأرجنتينية لاتينتا. سراد رجاء والتفاصيل. لا يزال نظام المخزن المغربي ينتهج سياسة نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة تحت أنظار المجتمع الدولي بأسره وبتواطؤ من عديد البلدان الغربية، حسب ما جاء في مقال نشر على صفحات اليومية الأرجنتينية لاتينتا. وقد اعتمد المقال على الفيلم الوثائقي المعنون أوكيباثيون أس أي حول موضوع نهب المغرب للموارد الطبيعية للصحراء الغربية. وتأسف مخرج هذا الفيلم الوثائقي من 40 دقيقة، وهما البرازيلية لورا دودان والإسباني سيباستيان روز كابريراي، أن عملية نهب الموارد الطبيعية الصحراوية من قبل المغرب وحلفائه تتم تحت أعين المجتمع الدولي بأسره دون أن يحرك ساكناً. وأوضحت لاتينتا نقلاً عن منتجي الفيلم الوثائقي أنه على الرغم من عديد القرارات الدولية التي أكدت بوضوح أن المغرب ليس له أي سلطة على هذه الموارد، إلا أن نظام المخزن مدعوماً بجهاز قمعي يواصل نهب ثروات الصحراء الغربية تحت أنظار العالم الذي يبدو أنه لن يتحرك.
للتذكير أن القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة الاتحاد الأوروبي يوم 29 سبتمبر 2021 قد ألغت بوضوح الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغربي، مؤكدة بذلك أن المغرب والصحراء الغربية هما إقليمين مختلفين ومنفصلين، وأنه لا يوجد اتفاق يمكن أن يشمل الإقليم الصحراوي دون موافقة شعبه وممثله الشرعي والوحيد ألا وهو جبهة البوليزاريو. هذا ويتوقع الخبراء أن تزداد حدة أزمة الطاقة في المغرب بفعل تضاعف الطلب على الغاز الطبيعي بثلاث مرات خلال العقدين القادمين وتراجع العرض، خاصة بعد قرار الجزائر عدم الاستثمار في تموين المملكة بهذه المادة الحيوية بسبب الأعمال العدائية المتكررة للمخزن. عشية إحياء الجزائر ليناير تحتضن عاصمة لاهجار تمراس الاحتفالات الرسمية لرأس السنة الأمازيغية تحت شعار هوية وتلاقي بعروض وأنشطة تبرز موروثنا الثقافي الضارب في أعماق التاريخ. المزيد مع هارون لوميدي. برنامج الاحتفالي عكس ثراء ثقافة الأمازيغية من خلال عروض فلكلورية فنية ومعارض تقليدية تمثل مختلف مناطق الوطن. حاولوا نقدموا واش نقدروا من جهد باش يعني الحرف تستمر والهوية تاعنا الأمازيغية تبقى دائما عبر العصور إن شاء الله كما خلوها لنا جدودنا، إن شاء الله نزيدوا نحافظوا عليها. طاهرة تموها قدمدا تلاغورنا عن الكنيط قراز رف ولا لم ولا يسمني تصغير لما غاز رف وانا وانطمت مدا دغموها الكنيط تيكانا كما المعارض هكا الولايات اكسيتيرا يعني قدموا لنا فرصه باش نقدموا المنتوج تاعنا يعني والتسويق ان شاء الله هي قضيه وقت يعني. نواغر تمدا يتنغر هي يناير ما كاينش غدا قبل تغويل من غدا الخريف تغويل غدا تيد انت يا وينك زعما هي تغوادي هي يناير. الشيء المميز في هذه التظاهره حضور فرقة الحرس الجمهوري لأول مرة في تمنراس لإحياء هذه المناسبة، وهذه دلالة قوية في تلاحم الشعب الجزائري مع جيشه. أول خطرة لي تاج يناير دغا هكار هي وسنة دينا تبارك الله جامع هوسكين سي جامع نقسم كوادغ. أول مرة يعني بيبون مجادلة لين أغنى نضمن يعني لا تعطيك كل دغا هكار. والشيء اللي لاحظناه هذه المرة أنه كان تنظيم محكم وشفنا حتى شفنا ضياف من كما قلت الحرس الجمهوري جاوا لهنا، وزيد بزياده شفنا تقاليد اللي تتميز بها منطقه تمرس. برنامج تظاهرة يناير بتمنغست ما زال متواصلا وسيكون فيه تكريمات عديده من بينها جائزه رئيس الجمهوريه للادب واللغه الامازيغيه. ونفحات يناير تملأ أرجاء قصر ياس البحر حيث جمعت جنباته من كل ألوان طيف تراثنا الثقافي وموروثنا الشعبي كرافد من روافد الذاكرة والهوية الوطنية. المزيد مع علي سليماني. هنا بأروقة القصر اجتمع أحفاد رياس البحر لإبراز مختلف عادات وتقاليد المجتمع الجزائري. مدينة غردايا راني جبت هذا لي طابلو، كل لوحة يعني عندها ألف حكاية اللي فيها كما نقولوا كلش ناتيرال وناسها كما نقولوا محافظة. الأول هدف هو الحفاظ على الموروث الثقافي، كما نعلم بأن هذه المناسبة كل المناطق القطر الجزائري يحتفلوا بها، ولكن كل منطقة عندها خاصية بها. أشنوي غرنغت سوغزيك يقر ثلاثة يضان إيض أمسي سلح شاوش إيض قارن أمن سيسرش يعني سويازي ذاك تبركوكس إذا سلعجين تسوق قارن أبغرير أكد سفنج أكد مزلاق أكد ونه. التراث الأمازيغي ارتسم من خلال البرنوس رمز الشهامة والرجولة، والجبة بألوانها والمغزل والقرداش أدوات النسيج الضاربة في عمق التاريخ. كل
كلنا عرق ودم، كلنا اتجاهنا واتحادنا وأمنا جزائر واحدة، وحدتنا ووحدنا هذا التاريخ الجميل برجاله وبشبابه. عندنا بزاف ثقافات لازم نتعرفوا عليهم، وان بلوس باش نحافظوا عليهم تانيت. هذه السنة قررنا أن نستضيف بالتعاون مع مديرية الثقافة والفنون لغردايا، أن نستضيف ناس غردايا، عادات وتقاليد منطقة غردايا، قصور السبعة لغردايا، لباس تقليدي، زرابي، يعني أكلات تقليدية إلى غير ذلك، إضافة إلى الأكلات التقليدية لمنطقة شنوط. بين الماضي والحاضر سلسلة تاريخية وجب الحفاظ عليها بمثل هذه المعارض. إلى التذكير بالعناوين: رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يعزي في وفاة لاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم عبد الكريم كروم، ويشيد ببطولاته من أجل إعلاء الراية الوطنية. رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ينقل دعم وتشجيع رئيس الجمهورية الذي يتابع باهتمام مشوار المنتخب الوطني في الكان. والناخب الوطني يؤكد عزم الخضر على الحفاظ على اللقب الإفريقي عشية مباراتهم أمام سيراليون. تأكيد على ضرورة مرافقة كافة الاستثمارات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بولاية معسكر. ومن تيبازا الكشف عن تخصيص مساحة عقارية لفائدة المتعاملين باثنتي عشرة ولاية في مجال بناء وصناعة السفن. عشية إحياء الجزائر ليناير، عاصمة الأهجار تمن راس تحتضن فعاليات الاحتفال برأس السنة الأمازيغية. وقصر رياس البحر بالعاصمة يجمع مكونات الهوية الوطنية وتراثها الضارب في أعماق التاريخ. إلى نهاية النشرة، بالتوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراة الغد سيها بإذن الله. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.